وبختام فقراتنا أكيد ما رح ننسى نتعرف على عاداتنا وتقاليدنا خلال العيد. هذا العيد يلي كل الناس بتجتمع فيه، وممكن ناس كتير بعيدة أوقات بتكون وبترجع بتتواصل معنا بالعيد، فأكيد هذا الشيء بيأثر وبيفرح القلب نوعا ما وبيعيد الألفة بالعائلات. ممكن ناس بتجي من الغربة بتعايد على عائلاتها، فأكيد هذا الشيء كتير حلو أكيد، وخصوصا هلأ نهاية امتحانات فبتكتر الأفراح، وإن شاء الله بتدوم هي البهجة والأفراح على كل الشعب السوري. اليوم رح نتعرف على عاداتنا وتقاليدنا خلال فترة العيد مع الدكتورة غالية سعيد، أخصائية علم نفس. يسعد صباحك. صباح الخير وأيامكم سعادة، وكل عام وأنتم بألف خير. وأنت بخير، أهلا وسهلا فيكي، ينعاد عليكي بالبداية بكل خير يا رب. غالية، اليوم هيك خلينا نحكي أول شيء، يعني نحن قديش اليوم بحاجة لفرح، إن كنا كبار إن كنا صغار، قدي بحاجة للعيد، قدي بحاجة لفرحة العيد، قدي بحاجة اليوم إنه نلتم حوالين بعض. ظروف كتير بشعة، كتير سيئة مرينا فيها، نستنى هالكم يوم العيد لحتى هيك نقدم لبعض الفرحة. خلينا نحكي اليوم العطاء، عطاء الفرح، ما بدنا نحكي عن شيء مادي، عم نحكي عن شيء معنوي. طبعاً قد ايه حلو بالعيد انه نكون مع بعض. هلا اولا هو فكره انه يكون في عندك يعني مناسبه تجتمعي مع الاخرين، تعبري عن محبتك، عن احساسك، خاصه اذا كان هذا الاحساس حقيقي، وفعلا انت بتكوني بحاجه انك تتواصلي معهم، تكوني موجوده معهم، تتحدثي مع الاشخاص اللي انت بتحبيهم، يمدوكي بالكلام وانت تمديهم، تمدوكي احيانا في منهم بالنظرات اللي بتكون هيك لطيفه يا حنونه، الاحساس الحلو، الاحساس الجميل. على فكره هي كلياتها الاشياء وصلنا لمرحله كثير فقدناها بحياتنا، وبالتالي نحن لما بنلاقي حدا عم يسالنا عن جد انه كيفك، شو اخبارك، طمني عن اخبارك، كيف امورك، بنلاقي شوي مهتم فينا، فكثير نحن بنلاقي نسعد بهذا الموضوع وبننسر فيه، وبالتالي بنصير بندور عليه اكثر، بنحاول نفتح حديث معه اكثر لحتى يضل عم يسالنا اكثر. فهي فكره انه يكون في عندنا مناسبات اجتماعيه نجتمع مع بعض نحكي، ولكن بتكون بدون التنمق الاجتماعي، بدون عسرا على التعبير شوي، هذا النفاق الاجتماعي اللي شوي نحن عم نبالغ فيه احيانا، خاصه اذا كنا اشخاص ما بنحبهم. لكن اذا ناس بنحبهم بمناسبات او بدون مناسبات، نحن بتلاقي تلقائيا نمسك التليفون ونحكي معهم، بنحاول نتواصل معهم باي طريقه، واذا في حدا اساسا بيحكي معنا بطريقه حلوه، قديش ممكن انت ترجعي تفتحي معه حديث ليحكي معك. يعني مثلا اذا كانت ليا صديقتك وليا بتسالك اسئله بطريقه انه كيفك، شو اخبارك، طمنيني عنك، احكي لي عنك، شايفه الكلمه شو حلوه، احكي لي عنك. فقديه انت ممكن كل فتره تصيري تقولي لها، تتحركي شيئا مثل ما بيقولوا، حتى تسمعي منها انه احكي لي عنك. فمتخيله قديه الموضوع معنويا قديه ممكن يكون بيعني للانسان بشكل كثير كبير، وقديش ممكن عن جد يرفع له احساسه وبطاقته بنفسه وهيك استعادته انه انا فعلا بعدني موجود، لسه في ناس تستحق. فما بالك للاطفال يعني، فما بالك للصغار يلي كثير بحاجه بالعيد انه نسالهم نلعبهم. طبعا تمام. يعني في ناس كمان بتستغرب بتقلك انه هلا جايه بالعيد تحاكيني مثلا، او صار لك سنه قاطع عني هلا جايه بالعيد تحاكيني، يعني هو بالنهايه فرصه لازم الواحد يستغلها لحتى يتقرب من الناس، او حتى يصالح الناس، يستسمح الناس، يسامح كمان، خلينا نقول كمان، صح؟ ما طبعا اكيد، فانه ما حدا يزعل انه اذا حدا كان غايب عنه ورجع. يعني العالم بتجي كمان من الغربه لعند اهليها بتكون صار لها 10 سنين ما انا شايفتها، بتجي وبتستغل، يعني هو فرصه لازم الواحد يستغلها لحتى يعمل هذا الشيء. بس بنفس الوقت في اشخاص بتلاقيهم فتره العيد صار عندهم اكتئاب او زعلانين، ليش؟ ما حدا بيعرف شو السبب. خلينا وهي النقطه بدنا نحكي عنها، انتم سمعانين شيء باكتئاب اسمه اكتئاب الاعياد او اكتئاب المناسبات؟ شو السبب؟ تمام. هذا الاكتئاب اول شيء هو منصنف من الاضطرابات الخفيفه اللي بتراوح نسبه كثير منيحه، مؤقته بتكون فيها بتمر ناس كثير فيها، مثل ما في اكتئاب مواسم، مثل ما في اكتئاب للفصول، كمان في اكتئاب للمناسبات. يلي بيصير انه هدول الاشخاص اثناء المناسبات الاجتماعيه بيكونوا مثل ما تفضلت، ممكن يكونوا بعاد عن اهلهم او اهليهم او اطفالهم واولاد بعاد عنهم، او هن بمكان مثلا ما عندهم حاله اجتماعيه، ما عندهم اصدقاء، ما لهم اشخاص كثير اجتماعيين، فلما قال بيشوفوا الاشخاص الاخرين عم يعملوا اجتماعات وعم ينبسطوا ويتسلوا، فمجرد يقولوا في مظاهر للعيد جاي فبصير عندهم هي الاكتئاب، لانه بيتذكروا الوحده اللي هن موجودين فيها اذا كانوا مسافرين او اهلهم بعاد عنهم او بعاد عن الجو المحيط فيهم، فبتجيهم هذا الاكتئاب اللي بيكون هو مرحلي او موسمي.
فكتير بتسمعيها هي الجملة الشهيرة تبع ولا كأنه في عيد. هلأ حتبلش هلأ يعني الأعداد كل الأربعة أيام بدك تسمعيها. ليه؟ لأنه عن جد هدول الأشخاص بس يكونوا عم يطلقوا هدول الكلمات فعلا بيكونوا عم بيعانوا من الوحدة أو إحساس بالاكتئاب المؤقت أو اللحظي بهاي الإحساسات. أنه ما عندهم أصدقاء، ما عندهم رفقات، ما عندهم هذا الجو الأسري، ما بيجتمعوا كتير، يمكن شوي بملوا من هاي المناسبات الروتينية تبع كيفك وكل عام وإنت بخير وشو أخبارك، يعني هي الأسئلة الروتينية. فكتير ناس بتمر بهذا الاكتئاب، نحن بنقول لهم انه ماشي الحال، لازم اول شيء تعترفوا فيه، ثانيا انتم لازم تلاقوا دوروا على حلول، لانه بعد فتره ممكن يصير حاله مستديمه، وفعلا بس تصير كل مناسبه لحاله يتجدد ويطلع الجسم يتفاعل معه ويفرز هرمونات انه انا بحاله داون وانا بطاقه سلبيه ولا حدا يقرب علي، وبالتالي بعد فتره بصيروا بيكرهوا الاعياد تماما وبيكرهوا المناسبات وبيبعدوا وبينسحبوا اجتماعيا. بصير عندهم رده فعل غاليه تماماً. كمان خلينا ننتقل الى حالات مشابهه الى هي الحالات اللي هي كلها مشاكل تبع بدي اتغدى عند اهلك وبدك تتعشى عند اهلي وبنروح عند ما بعرف مين لا بنروح عند ما بعرف مين وبتنتهي السيره بانه نقعد بالبيت بيتخانقوا وما بيروحوا لعند حدا كبيره واكثر حدا بيتاثر هن الاولاد يلي ناطرين يمكن انه يطلعوا ويفوتوا مع ابوهم وامهم يلي على مدار السنه هن محرومين من هي الجمعه ممكن صح. بسبب انشغالهم ممكن ما نكون معوضينهم لا بالالعاب ولا باللباس بسبب الوضع الضائق، خلينا نعوضهم شوي اجتماعيا. خلينا نحكي عن تنظيم معقول، بدنا شي شهر قبل العيد لحتى نكتب ليستا بس بدنا ما نتقاتل يعني كأم وأب انه ما نتقاتل ونقول انه دائما نحن اذا عم نروح لعند حدا فنحن مثل ما تفضلتي عم نروح لعند الاولاد، بس الفكره هي انه ما تصير حزازيات يعني انا بروح لعند امك فانت ما بتروح لازم تروح لعند امي وانا ما بروح لعند فلانه لانه انت ما بتروح لعند فلانه. بالمجمل هي امور حاله نفسيه وشخصيه، يعني اذا انا مثلا ما بحب اروح لعند فلان فانا ما بمنع انه الزوج والاولاد انه هن يروحوا مثلا، بامكانهم لا انه انتم روحوا، بس مو اذا انا ما بحب اروح انتم ما بتروحوا، لا بامكانكم انه انتم تروحوا، وبالمقابل نحن حابين كمان اذا هو قال انا مثلا ما بحب اروح لعند فلان انه انا علاقتي فيه مانا كثير جيده فانا ما بحب اني انا ازوره، ما بفرض عليه هذا الفرض انه لا نحن حابين. بقول له صورة أنه نحن بنحب نكون مع بعض، لكن إذا أنت ما بتحب تروح فأنا ما أفرض عليه، لأنه بتعرفي إذا فرضتي عليها أو فرضتي عليه شو رح يعمل؟ رح يروح، رح يشحن الجو، رح يكركب القعدة ورح يضايقك وكل شوي رح يتزورك أو تتزوره أنه شفت شو حكى أو شفت شو حكوا، ورح تطلعوا بعد الزيارة وأنتوا متقاتلين ومتخانقين. فالولاد كائن ذكي جدا ورح يعرف انه الماما والبابا قاعدين عم يستنوا بعض على غلطه، انه شوف شلون بدهم يتخانقوا هلا، شوف في هذا الكنت اللي كان عم بقول عنه كنت عنه النفاق الاجتماعي اللي انا اسفه على التعبير، لكن اذا انا حدا ما بحب شريكي انه يروح لعنده لا تجبروه عليه، خلص انه اذا ما بتحب انت فانا بروح باخذ الاولاد او انت بالمقابل ما بتحب انه انا كمان بروح، احسن ما نتقاتل ونقضي الاربع ايام مشحونين ومثل ما قلت يضلوا الاولاد هن عم يتفرجوا علينا هيك انه ماما وبابا متقاتلين وكل واحد اخذ غرفه وبطلنا الاعياد وبطلنا نعمل اي شيء وراحوا الاربع ايام ونحن بس عم نتقاتل. يعني خلص لازم هي الفتره نشيل كل شيء في نكد وزعل وحساسيه، خلص نركز بدون بريك هدول الاربع ايام نحن شو ما صار معنا ما بدنا ننزعل ما بدنا ننزعج، خلص بدنا ننبسط وبس. بلا تكبير الراس وبلا مشاكل هي. خلينا هيك ولو سريعا تماما دكتوره، بظل يعني الظروف الاقتصاديه الصعبه يمكن على الاغلبيه ممكن انه يعانوا، خلينا هيك ولو سريعا كيف ممكن تتم مقاربه فرحه العيد بهي الظروف؟ هلا لك شغله، الامور الماديه دائما هي بتكون عامل مهم بصراحه أكيد. يعني بس هذا الشيء لا يمنع انه انا اكون سعيد ومبسوط. على فكره في كثير ناس بتلاقي امور الماديه ما بتكون كثير عاليه لكن هي مبسوطه، هي سعيده. الانسان لما بده يخلق سعاده او لما بده يخلق شيء احساس بالفرح فهو ما بيستنى دائما انه يكون معه مال، اي نعم انه المال بتكون عامل كثير مهم لحتى يكون بيعمل سعاده، بيخليك تاكلي بمطاعم كثير حلوه، تلبسي ثياب كثير حلوين، تروحي اماكن كثير حلوه، هذا الشيء حتمي واساسي. صار بدنا نرجع هيك تماما، لكن هذا الشيء يعني بامكانك انت انه مثلا تعوضيه بانك انت تروحي تقعدي مع حدا بتحبيه، انك مثلا تقعدي مع حدا كثير غالي عليكي، مثلا اطفالك مثل ما قلتي انت كنت شو عم تقولي انه بالنسبه لك الاحساس الام او احساس الاب، احيانا هذا الطفل هو بحد ذاته بيعطيكي سعاده، وبالتالي شوفي ليا كيف لما ذكرنا لحالها تبسمت طلعت هاي الاحساس انه اي تذكرت شيء هي بيعني لها فدغري طلع هذا الاحساس بالسعاده. برجع بقول هو المال عامل جدا مهم والحاله الاقتصاديه كثير مهم لحتى تساعدك انك تكوني مبسوطه، في فرق انك تكوني انت زعلانه وقاعده بمكان كثير فخم وغالي وعم تاكلي وانت عم تشكي احزانك بينما تكوني قاعده بمكان هو ما بساعدك، لكن هذا الشيء بيكون احساس ذاتي، الاشخاص الموجوده حواليكي، انت مين مختاره، طريقه افكارك،
طريقه معالجتك للامور. بالنهايه مثل ما تفضلتي هن هالاربع ايام خلينا ناخذهم بريك ونمرق مشاكلنا وهمومنا وزعلاتنا قاعدين وعم يستنونا، تركون اربع ايام ورجعوا بتلاقوهم مثل ما هن، ما حدا لا اخذهم ولا حدا حيستعيرهم منكم. ان شاء الله هيك بينعاد على الكل بالخير والبركه. شكرا كثير لك دكتوره غاليه سعيد، اهلا وسهلا فيكي، ينعاد عليك وعائلتك بالخير يا رب وبكل الفرح. وانتم كمان كل عام وانتم بخير، وينعاد عليكم وعلينا بالصحه والعافيه والسلامه.